لجنة العفو والإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا وما إلى ذلك. لكن خلينا بعد إذن سيادتكم نحط مجموعة من التعريفات أو نتفق. إيه هي السياسة؟ السياسة هي طرح وطرح بديل، طرح وطرح بديل، مش طرح بس. طيب، ومش طرح يقف أمامه رفض في المطلق. يعني مثلا والله يا جماعة أنا شايف إنه أحسن لون للورقة دي أبيض، فيجي مثلا طارق الخولي صديقي يقول لي لا أحسن لون للكتابة مش الأبيض ويسكت، أقول له أيوه يعني إيه؟ يقول لي هو مش الأبيض، أقول له أيوه يعني طب تحب نخلي إيه؟ أي حاجة غير الأبيض، أقول له طب ما تطرح عليا يا طارق لون غير الأبيض، يعني أنت عينك بتستريح لأنهي لون؟ طب أنت شايف إنه هذا اللون هيلقى قبول ورواج لدى عموم القراء؟ طب أنت شايف يا طارق إنه العلم بيقول إنه اللون الغير الأبيض غير الأبيض هيبقى أريح للعين وأكثر صحة وملائمة للإبصار؟ فيقول لي بص بس مش أبيض، الصح هنا إيه؟ طارق مثلا يقول لي أصفر، لأنه العلم أثبت إنه اللون الأصفر كذا، ولأنه المستخدمين والقراء بيقولوا إن اللون الأصفر كذا، كده أصبح في عندي طرح وطرح بديل. غير كده دي مش سياسة، دي اسمها فنجرة بق إبقاء ليس إلا. السياسة أبعد من كده بكتير بكتير، فيها مناورة، فيها مناورة، أهلا وسهلا تعالى اقعد نورني. السياسة فيها دائما أكثر من لون، ولكن يغلب عليها لونان، فهتجد العمال والمحافظين، تجد الجمهوريين والديمقراطيين، إلخ إلخ إلخ. وارد يبقى حواليهم ألوان تانية، وارد قد تكون ألوان يعني باهتة نوعا ما، يجوز، مش موضوعي. طيب، هل عمرك شفت في الدنيا بلد بيتحكم بطريقة لا مش لاعب؟ ما سمعتهاش. عايز تجربة سياسية واحدة اتعملت في بلد ما بطريقة والله ما انا لاعب. ايوة ليه كده؟ انا زعلان ودبدب في الارض. لا احنا كده بنهزر، ده شغل عيال بقى. بلد شايفة انه هي عايزة اتساع في الافق السياسي فبتعمل الآتي، تيجي تقول والله يا جماعة أنا عايز المزيد من الاتساع في الأفق والرحابة السياسية عشان أقدر أخلق هذه الرحابة والأفق السياسي الأكثر اتساعا، يبقى أنا لازم أعمل حاجة اسمها الحوار الوطني، وعشان أقدر أفعل الحوار الوطني لن تستقيم الأمور غير لما يبقى في عندي لجنة للعفو، ولازم أبقى مستمع كويس للمعارضة، ولازم أبقى شايف طلباتهم. بيبقى صعب عليا جدا لما ألاقي أنه الحكم يرى انه مستعد دائما لسماع المعارضة واعطائها مساحة ونقعد على طاولة الكلام والحديث والتفاوض والبحث والفحص والدرس، والمعارضة تقول لا مش هو ده. ايوه زي. طب ايه يعني امتى تقول لي ايوه احنا كده في التمام؟ ما بفهمش. لما اتعمل الحوار الوطني، خد بالك ان الحوار الوطني اتعمل مكوناته بمنتهى التوازن، منتهى التوازن، وتجاب مجموعة من الكوادر والأسماء أغلبهم أحترمهم وأحبهم جدا، ما أقدرش أقول لك كلهم بصراحة، أغلبهم تقريبا 98% مش 100% أحبهم وأحترمهم جدا، ودول ناس بتاع السياسة. طيب، ولما اتعمل الحوار الوطني عندما أتت هذه الأسماء وكوادر المعارضة، بدأ يشتغل الحوار الوطني من اللحظة الأولى، وبدأت تشتغل لجنة العفو من اللحظة الأولى. خليني هنا أخذ معايا على التليفون فعلا نائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وأيضا هو عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ازيك يا طارق؟ صديق العزيز، عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. استخدمت اسمك انا في موضوع الورقه. مش الابيض. طب قول لي يا طارق، لو مش الابيض يبقى ايه؟ لا يعني انت بتتكلم في جزئيه هي قمه عمق وفلسفه اللي احنا شفناه على مدار اكثر من عقد فات. انا كنت بشوف الدعوات، بفتكر بتطلع دعوات سلبيه دايما
في مواسم الانتخابات من بعض الاطراف عن المقاطعه. والحقيقه اني كنت بشوف ان دي اسهل حاجه، ان الناس بتحب تريح نفسها فبتتكلم عن انها بتقاطع المشهد الانتخابي. لكن الاصعب ان هم يدخلوا في خضم المشهد، اي مشهد انتخابي، وانهم يحاولوا انهم يحرزوا مكسب او تقدم ما سياسيا. انه الفكره بقى، ودي كانت في عمق العمق، وكان سؤال صادم سالهوني استاذ محمد حسنين هيكل قبل وفاته مش فتره طويله يعني، قابلته وقال لي هو انتوا الجيل بتاعكم، انتوا بيقول لي انتوا مين وعايزين ايه؟ قلت له يا استاذ هيكل انا فلان. قال لي لا انا ما بسالكش على اسمك، انا بسال انتوا كجيل انتوا مين وعايزين ايه؟ هل انتوا عبرتوا عن هويتكم؟ هل انتوا فهمتوا ودخلتوا الى عمق انتوا عايزين ايه؟ ولا انتوا اكتر مايلين انتوا مش عايزين ايه؟ يعني انتوا عارفين دايما انتوا مش عايزين ايه؟ بس هل انتوا عارفين كويس قوي انتوا عايزين ايه؟ هو ده السؤال اللي كان سؤال صادم. وفعلا فعلا على مدار وقت طويل كانت كثير من القوى طول الوقت بتحتج عن امور معينه، لكن هي صنعت امور بديله او عندها راي بديل او سياسه بديله يعني عند البعض طبعا، لكن للاسف البعض الاخر دايما بياخد جانب سلبي. واحنا برضو كانت فرصه من خلال عمل لجنه علاقات خارجيه على مدار السنوات الماضيه، انا شفت نماذج المعارضه وشفت نماذج الموالاه وشفت نماذج سياسيه مختلفه من احزاب وقتل سياسيه في النموذج البريطاني والنموذج الامريكي والنموذج الفرنسي. لا زي ما انت قلت مفيش حاجه اسمها انه في طرف بيقول انا مش موجود في المشهد ده، طالما طرف سياسي وبيعلن عن نفسه فهو موجود بصيغه المعارضه، فهو عنده راي مخالف للموالاه، وهذا الراي هو راي بيترجم في السياسات وفي رؤيه واضحه ازاء قضيه محدده. فاحنا اتمنى ان احنا في يوم من الايام نوصل لهذا الشكل السياسي المنضبط بين كل الاطراف، وان كل الاطراف تتصارع حول فكره وحول رؤيه فيما يتعلق بسياسات محدده، وتضع رؤى بديله وتتصارع هذه الرؤى، والشارع دايما والمواطن هو اللي يحكم عن طريق صندوق الانتخابات في هذا الامر. فيعني انا متفائل بان احنا بالتطور السياسي سنصل يوما ما الى وضع منضبط بتطور الاحزاب وتطور الكيانات السياسيه، نصل الى مرحله جيده في هذا الشكل. فمعلش انا اسف ان انا عزفت عن اصل الموضوع، لكن يعني كلامك ومقدمتك اثارت يعني شجوني وكثير من الامور على مدار السنوات الماضيه. والله لانها مرتبطه حتى بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، مساله العفو عن 30 او اطلاق سراح 30 من المحبوسين احتياطيا من خلال لجنه العفو الرئاسي، واللي ما بين قوسين ثقيلين. أنا مش من أنصار إنه فلنترك الخارج يتحدث كيفما يشاء وإحنا على مزاجنا خالص، يعني في النهاية إحنا جزء من كل. أنتوني بلينكن اتكلم على هذه اللجنة كلام في منتهى الإيجابية عندما تم الحديث إنه ولماذا لم تتحدث مش عارف عن الإفراج عن فلان ولا علان ولا ترتان، قال والله دي شؤون مصرية ده واحد، وأنا شايف إنه لجنة العفو بتشتغل على ده وإنه المسار ماشي في اتجاه سليم جدا. صحيح. لجنة العفو هل توقفت يوما عن العمل؟ وانتوا عمركم الآن يقترب من العام، هل توقفت يوما واحدا عن العمل؟ تأكيد لجنة العفو لم تتوقف يوما عن العمل. احنا يعني ما بنقولش ده، لكن احنا بنعمل تحت ضغط شديد يومي، تقريبا ما بننامش، بنعمل بشكل مستمر في تلقي البيانات وفي مع ذوي المحبوسين، بنراجع البيانات وبندققها وبنطبق المعايير اللي احنا اعاده تفعيل لجنه العفو الرئاسي في ابريل الماضي. فاحنا بنعمل كل يوم، ولما بنعلن قائمه فاحنا اعلان القائمه ده استعداد لاعداد قائمه جديده مباشره يعني. ومستمرين في عملنا بشكل كبير. والحقيقه ان الامور الايجابيه بقى، طالما بنتكلم على المشهد السياسي، القوى السياسيه متفاعلة بشكل كبير في هذا الملف، وده شيء ايجابي جدا. طارق الخط بدأ يقطع. الخط بدأ يقطع. طارق أرجوك أقف في مكان تبقى شبكته حلوة كده. يكون الصوت أوضح. أيوه. طب
معانا في الخط فيما بيقطع. يتعلق بما لجنة التعافي الرئاسي، وده يعني مهم جدا للغايه، اضافه لجهود عمل اللجنه فيما يتعلق بنجاحها خلال الفتره الماضيه. ايوه ده كان جزء من النجاح كبير، ودايما بشيد بالجهود الدولة من جانب النيابة العامة على رأسها السيد النائب العام، ووزارة الداخلية على رأسها السيد وزير الداخلية، لأنه الجهود في إنجاح أعمال اللجنة، ودائما لدينا قوة دفع كبيرة من جانب السيد الرئيس في عملنا وفي قدرتنا على أداء عملنا بشكل جيد. دايما بنطمن كل الأطراف، لأن في أطراف بتظن أنه لجنة العفو ممكن تكون سبب في خروج أي شخص بيمثل مساس بحياة المصريين أو بالأمن القومي المصري، وإحنا دايما بنأكد أنه لجنة العفو لن تكون سببا في خروج أي شخص يمثل مساس بحياة المصريين، وبالتالي إحنا ندقق بشدة وبشكل حاسم الحالات التي تصلنا من ذوي المحبوسين، بنصنعين عدم انتماء هذه الحالات إلى أي تنظيم إرهابي خطوة بيقطع تاني في إراقة الدماء، وفي كثير وتطبيقها بشكل حاسم وبشكل مدقق على الحالات المتردين. على صعيد آخر شغالين على موضوع دمج المفرج عنهم. أيوة. وقدرنا الحمد لله نحقق نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية، وبدأنا نتواصل، ويعني حصل تواصل من بعض المفرج عنهم معنا، او احنا بدرنا بالتواصل معهم انا على مشكلاتهم، والحمد لله وفقنا في ان احنا نوفر بعض فرص العمل في، ودي مبادره من المجتمع المدني ومن القطاع الخاص وهم مشكورين على ذلك، ان احنا وفرنا بعض فرص العمل لبعض المفرج عنهم. كمان قدرنا واحنا يعني قلنا من فتره ان احنا ما زلنا بندرس وبنواجه التحدي المتعلق بعوده الطلبه المفصولين نهائيا للجامعات الحكوميه. عظيم. لكن اللائحه الجامعيه بتحول دون ذلك. الحمد لله كمان قدرنا في عدد من حالات المفرج عنهم ان احنا نوفر لهم عن طريق مبادرات ايضا من بعض رؤساء الجامعات الخاصه ان هم يبداوا دراستهم في بعض الجامعات الخاصة. وده كمان أمر بنعتبره مهم جدا في إن هم يقدروا يكملوا حياتهم بشكل طبيعي ويستأنفوا نشاطهم وحياتهم بشكل مستقر وبشكل بيثير أو بيرفع عنه تأهيلهم كل الفترة اللي تعرضوا فيها إلى الحبس. ده شيء مهم جدا اللي قلته ده. خليني الاول اشكرك جدا سياده النائب طارق الخولي، عضو لجنه العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.